السلام عليكم. مناسبة الافتتاح ديال المدرسة يعقوب الخاصة باللغات وخاصة بدروس الدعم والتقوية وبزيادة على لوفر اللي كنت قلت لكم ديك المرة ديال لو 29 لو 30 لو 31 خاصة بتحضير اللغة الفرنسية في الجهاوي، حنا رغم ان المؤسسة باقي ما اكتملتش في الاصلاحات حنا بغينا نديروا الماكسيموم باش نعاونوا التلاميذ يجيو احسن نقاط. هذا هو الغرض ديالنا في هذه المؤسسة، بغينا الدراري يقراو. دونك ابار هذيك لوفر كيف ما قلت لكم ديال انك غادي تبريباري معنا الجهوي في مادة اللغة الفرنسية، هنا جبنا لكم واحد الاستاذ جلال اللي كيعتبر من احسن الاساتذة في اللغة في مادة الرياضيات في مدينة الدار البيضاء. هنا غادي يبريباري مع التلاميذ نهار 27 ابتداء من هذا الشهر، يعني لو 27 نهار السبت الجاي، لو 28 لو 1 لو 2 لو 3 ولو 4 من شهر 6، غادي يبريباري معهم في 6 ايام البروغرام كامل ديال الرياضيات من اول السنه لليوم. غادي يوريهم دي تكنيك في الرياضيات باش يجيبوا احسن نقاط في الوطني. الدراري اللي كيقراو عندي سيل بوبلي بارطاجي هذا الميساج باش التلاميذ اللي كيقراو في الباك وتابعوا من الوطني يشوفوا هذا الميساج ويجيو يتسجلوا في عين المكان. المؤسسه كتواجد اون فاس مع بنو شعيب، اون فاس الاسواق النموذجيه، اون ميم طون اون فاس لوفا السلف. والله يوفقكم الدراري والله يوفق الجميع.